نعم، في هذا التاريخ يعني في كان شهر رمضان أعتقد تم تفجير مسجد النبي يونس عليه السلام والنبي شيت والنبي جرجيس، وجامعنا أيضا ناله هذا النصيب من التفجير وتدمر دمارا كاملا، مع العلم مقابلنا كنيسة ما فجروه. زين، شنو هذا السر؟ ما أفتهم، ما أعرف مع الأسف. حاليا الجامع مهدم لحد الآن، لماذا لم تقومون ببنائه؟ والله أنا راجعت كثير، قالوا لي جيب سند. آخر شيء رحت أسوي السند بالطابة مال دائرة الموصل، كانت فترة معزلة الطابة لأن صارت بها بعض الأمور والمشاكل، فحولوني أنا إلى بغداد أنه تجيب لنا وثائق أولية، ورحت الأسبوع الماضي إلى بغداد أجيب صحة صدور وثيقة التوكيل، وإذا إن شاء الله حصلت على السند أراجع المحافظة واللجنة التعويضات لعل أنه أحظى بنصيب من التعويض من يعني من حصة التعويضات للمدينة. لحد الآن الجامع على كما يعني نحن حاليا في داخل الجامع في حرم المسجد، وهذه الكميات من الركام والتراب، و هل سوف يعني باشرتم بالعمل من اجل اعاده بناء الجامع؟ بالضبط، انا بعد تحرير الموصل جيت لقيت كومه انقاض وانقاض التفجير، شلت اجرت سيارات وشفلوا وشلنا الانقاض، جبنا فرشنا في الارض هذه التكله الجبليه وسويت اعلى من الشارع تقريبا مستوى متر وربع، واشتريت بلوك، اشتريت حديد، اشتريت سمنت، سويت الاساسات، سويت هاي الدنق اللي موجوده، بس مع الاسف انه صار فرق في الأسواق وسعر الحديد فرق وسعر السمنت، وأنا المبالغ اللي كانت تحت إيدي حقيقة نفذت ولم أجد أي يعني دعم من جهة من الجهات.